بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتم لهم مناسكهم، وأن يعظم لهم الأجور، وأن يوفقهم للعمل الصالح، وأن يرزقهم النية الصادقة، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وقفنا في دروسنا الماضية مع هذه الأحاديث النبوية والكلمات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فيما ارتبط بهذا البيت وفيما ارتبط بهذا المسجد وهذا البلد الحرام، مما جعلنا نتيقن أن هذا المكان مكان تعظيم وإجلال، مكان تقديس واحترام، وأنه أيضا مكان تأثير على صلاح الناس وصلاح الحياة، وأنه اختص بأفعال وعبادات وشعائر وشرائع ما جعلها الله عز وجل في مكان سواه، وأنه ميزه الله عز وجل فاختاره فكان أحب البلاد إليه سبحانه وتعالى، وأن قصد هذا المكان غنم عظيم لمن وفق له، وأن من بلغ هذا المكان فيحتاج أن يظهر منه الشكر لربه عز وجل بهذه النعمة العظيمة، وكذلك أن يكون منه ما يليق بهذا المكان وبمن ارتبط بهذا المكان من الأنبياء والرسل وصفوة الخلق وعباد الله الصالحين عبر التاريخ الطويل منذ أن وضع هذا البيت وإلى يومنا هذا، وأن الإنسان والحاج على وجه الخصوص أنه بهذا العمل قد وضع نفسه في هذا الركب المبارك، ووضع قدمه في هذا الطريق الذي هو خير طريق، وأنه نسب نفسه إلى تلك الصفوة التي أكرموا بهذا المسمى الحجاج، فنالوا الرفعة عند الله عز وجل. فمن شعر بذلك سيجد في نفسه دافعا أن يكمل عمله على أحسن وجه وأتمه، وأن يجتهد في صدق النية، وكذلك يجتهد في تأطير أعماله وسلوكه وفق الهدي النبوي، وكذلك يجتهد في أن تكون أخلاقه في هذا المكان الطاهر على أحسن ما يكون، فإن نظام الأخلاق كله أنزله الله عز وجل في القرآن المكي كما قرر ذلك علماء المقاصد، فإن القرآن كما نعلم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلتين: المرحلة الأولى وهي قبل هجرته، ويسمى ما نزل فيها بالقرآن المكي، وأخذت أكثر من نصف الرسالة وهي قرابة 13 عاما، والمرحلة الثانية ما بعد هجرته
ويسمى ما نزل فيها من القرآن بالقرآن المدني، وبلغت مدتها قرابة 10 سنوات. فهذه هي مرحلة مدة الرسالة، وهذا هو القرآن. والقرآن الذي نزل بمكة شرفها الله كما سبق الإشارة إليه، فإن القرآن الذي نزل بمكة من حيث عدد سور القرآن يبلغ 3/4 سور القرآن نزل بمكة. وأما من حيث حجم الآيات والكلمات فإنما نزل بمكة من القرآن العظيم يقارب 1/3 القرآن نزل بمكة. وأن القرآن الذي أنزله الله عز وجل بمكة تكلم عن الأصول التي يقوم عليها هذا الدين، وكانت الأصول التي جاء بها القرآن المكي وبين أسسها وقواعدها، واكتمل ذلك كله في القرآن المكي ما يتعلق بقضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية المعتقد، فذلك كله نزلت أصوله بمكة، ولم ينزل في المدينة في هذا الباب أصل جديد، وإنما الذي نزل بالمدينة تأكيد وتفريع على تلك الأصول التي نزلت بمكة. أما الأصل الثاني الذي نزل بمكة أيضا هو نظام الأخلاق، فنزل نظام الأخلاق كاملا مكملا في القرآن في الفترة المكية، ولم ينزل في المدينة شيء جديد في نظام الأخلاق، وإنما كان التطبيق والتفريع على ما أنزله الله عز وجل في القرآن المكي. وبهذين النظامين يتأصل هذا الدين، فإن بالأصل الأول وهو الإيمان والتوحيد يحسن العبد المسلم علاقته مع ربه جل جلاله، وبالأصل الثاني وهو نظام الأخلاق يحسن المسلم علاقته مع الناس. فإذا تفكر الإنسان فإذا أول من آمن بقضايا الإيمان التي جاءت في الكتاب كان هنا في هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من استجاب له في هذا الباب هم رجال ونساء من أهل مكة شرفها الله، وكانوا هم المقدمين في هذا الباب وهذا الميدان، فكانوا خير الناس بعد الأنبياء والرسل. لذلك في هذه الأمة خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين، وكذلك على أفرادهم، فخير هذه الأمة من الرجال مكي وهو الصديق رضي الله عنه، وخير هذه الأمة من النساء مكية خديجة وأم المؤمنين عائشة وفاطمة، وهؤلاء خيرة هذه الأمة، وخير نساء أهل الجنة فهم مكيات، وكذلك خير الشباب مكي وهو علي رضي الله عنه، وخير الموالي مكي وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وخير العبيد كذلك بلال رضي الله عنه وهو مكي. فكان من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل هذا البلد كانوا هم السادة، وكانوا هم القادة، وكانوا هم المقدمين في ميزان الله عز وجل على سائر هذه الأمة. فلذلك مكة شرفها الله كان هذا الأمر فيها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضها بعد أن ولد فيها صلوات ربي وسلامه عليه، وابتعثه الله عز وجل جيرة هذا البيت، واجتهد في تطهير هذا البيت ودعوة أهله، وكانت فترته المكية فترة نصرة عظيمة له صلوات الله وسلامه عليه، إذ كما قلت آمن به خيرة أهل الأرض وهاجر ومعه خيرة أهل الأرض رضوان الله عليهم. وأيضا كان انتصاره فيها في تلك الانتقالات التي كانت له في مواجهة خصومه من كفار قريش، فبعد أن كان
في المرحلة الأولى تظن قريش أن نهاية دعوة هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي هي أن يذهب مجموعة من قريش إلى عمه ويقول: يا أبا طالب، كف عنا ولد أخيك، ويعتبر أن الأمر قد انتهى. ووصلوا إلى أن يتواصلوا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويتواصلوا مع القبائل، ثم يأتوا ويحاولوا أن يهادنوه وأن يعرضوا عليه أن يجعلوه ملكا سنة، وهم يملكون سنة، عله أن يتنازل عن دعوته. ومن كان في المرحلة الأولى يظن أن نهاية أمره بتلك الصورة، ثم يصل في مرحلة إلى أن يكون يتفاوض معه الكبرى، لا شك أن ذلك تقدم وانتصار وثبات لموقفه. وأيضا وهو من نظر أيضا من أدار الناس والأمر ليس في يده والسلطان ليس في يده والناس يستجيبون لأمره الذين صدقوا به، هل هذا يعتبر أنجح أو من كان السلطان والأمر بيده؟ لا شك أن من لم يكن له سلطان ولا مال ثم استطاع أن يدير الناس وأن يثبتهم وأن يصبرهم وأن يلتزموا بأمره وأن يواجهوا خصومهم الأكثر والأقوى والأمكن والأوجى ومع ذلك يثبتون، لا شك أن من ربى وأدار الناس وهو بتلك الحال يدل ذلك على أنه أقوى وأنه انتصر والظرف بتلك الحال. فهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فإذا ننظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مراحله حقق انتصارا وحقق مكنة لهذا الدين وحقق عليه الصلاة والسلام ما أراد الله عز وجل منه في كل تلك المراحل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هو منذ أن قام لدعوته ما عرف التفرغ لأمر نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سيعجز الباحث لو نظر في كل كتب السيرة وكتب الأحاديث ليبحث هل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا إجازة عن دعوته وبلاغ هذا الدين، فإنك لن تجد. أصحابه رضوان الله عليهم عندما كانوا يفتقدوه بضع لحظات وساعات في جزء من نهار يوم يبحثون عنه لأنهم ما ألفوا غيابه عنهم، كما حدث ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما افتقدوا النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد هذا الجهد وبعد هذا العمل لا نستغرب أن تأتي لتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وهو ابن 63 سنة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس، حطمه الناس حيث لم يكن هناك وقت ثابت لراحته ولا لمأكله وطعامه ولا لأهله ولا لنفسه، وإنما كانت مصلحة هذا الدين وبلاغ هذا الدين والبذل لهذا الدين هو الأساس في حياته صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس. وإن الإنسان ليدرك عندما لا يكون في حياته شيء معتاد لراحته ولا لمطعمه ولا لمنامه، سيدرك أي أثر سيكون أثر ذلك على قوته وعلى جسده وعلى صحته. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، فإن من طلبه بلاغا للدين ونصرة للدين وتعليما للدين فما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر عن ذلك أبدا، فكان يبذل وقته. ولذلك كان يبذل المال لبلاغ هذا الدين، بل حتى كان يتحمل الدين على عاتقه لأجل ذلك. فعندما جاءه
الرجل وقال: يا رسول الله، إني فقير فأعطني. قال: والله ما عندي شيء فأعطيك، ولكن اذهب إلى السوق وابتاع علي، اشتري على حسابي، خذ ما تريد واكتبه دينا على محمد بن عبد الله، فإن جاءني شيء أسده عنك. فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ما كلفك الله بهذا، أنفقت كل شيء في يدي، أما أن تتحمل الدين؟ فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه وقال: بذلك أمرت. إن كان هذا في حق فقير، أما في أمر الدعوة وهداية الناس فكان الأمر أعظم، أعظم حيث كان يستقرض المال والمال الكثير حتى يثبت الناس على دين الله. ولا أدل من ذلك على تلك القصة التي يرويها حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. يقول زيد: عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو عالم من علماء اليهود حبر من أحبارهم، وكذلك كان من أغنى يهود المدينة وكان من تجارها، يقول: عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جئت إليه ونظرت إلى وجهه فقلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، يعني إلا وصفين من أوصاف نبي آخر الزمان، يقول: ما رأيتها فيه، لأنها ما تعرف بالنظر وإنما تعرف بالمخالطة. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. يقول: هذه لم أرها وإنما ستعرف بالمخالطة. قال: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره فتطمئن نفسي. يقول: الآن العلامات الظاهرة التي جاءت في الوصف، والله قال في الكتاب عن اليهود خصوصا في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل الإنسان يخفى عليه ولده؟ لو ابنه وضع في وسط 1000 طفل، هل تستطيع أن تخرج ابنك من بينهم؟ الجواب نعم. فالله يقول أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهنا زيد يقول: كل العلامات رأيته إلا صفتين لا تعرف إلا بالمخالطة. قال: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره فيها فتطمئن نفسي. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه إذا برجل من أصحابه يدخل عليه ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله. قال حتى وقف عنده، قال: يا رسول الله، لقد أتيت بني فلان قوم من العرب ودعوتهم إلى الإسلام وقلت لهم: إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء والأرض، ادخلوا في الإسلام وابشروا بالخير. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا، أي ما دخلوا في بداية الأمر إلا في هذا الوعد. قال: وقد أصابتهم سنة، أصابهم قحط، فأغثهم يا رسول الله حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. قال زيد: وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك الوقت، وما كان عند أصحابه شيء الذين من حوله. قال: فقمت وقلت: يا محمد، هو يرى الآن المشهد ويسمع الحوار. قال: قلت: يا محمد، أنا أقرضك، تريد مال؟ أنا أقرضك.
قال نعم. قال 80 دينارا، تعطيني 80 دينار. قال زيد على أن تردها لي في يوم كذا وكذا، حبر وحدد اليوم. قال نعم. قال فأخرجت همياني، كيس النقود هو مستعد. قال فأخرجت همياني وحللته سريعا خوفا من أن يأتي أحد من أصحابه وعنده مال غير الموجودين فيأخذ من المسلم ويترك اليهودي. قال فأخرجت همياني وحللته سريعا ووضعت المال في يده. قال ما إن وضعته في يده حتى دفعه مباشرة إلى صاحبه وقال أسرع وأغثهم به. انتهى هذا المشهد. وبقي ماذا؟ بقي الأجل وقضاء الدين والاختبار والامتحان من زيد. قال زيد وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، وقت رواية الخبر يقول الآن أنا لا أذكر، لكن العبرة أنني جئته قبل الأجل لأنه يعلم أنه لو جاء الأجل وفي، وهو يريد ماذا؟ يريد أن يختبر وأن يمتحن وأن يكتشف هل يسبق غضبه حلمه، هل يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما أو لا. قال وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو ثلاثة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من المسلمين ومعه أبو بكر وعمر، أي من ضمن الصحابة. قال فوقفت خلفه، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكنت قدماي في الأرض، ثبتت نفسي. قال ثم مسكت بردائي من خلفه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه واستدار إلي، بدل ما كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمام أصبح وجهه مقابل زيد من شدة ما جبذه. ليس هذا فقط، قال وقابلته بوجه جهم غليظ وقلت يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، وإن لي بكم علم، أناس ما تعطون الناس حقوقه. قال عندما رأى عمر رضي الله عنه ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما قل استدار إلي كالفك المستدير كالأسد، يقول أين عدو الله؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ويفعل به ما أرى وأنا حي، والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر حتى إذا ما انتهى تبسم ثم قال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، أنا وهذا الرجل كنا نحتاج منك موقفا آخر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، تأخذه علمه لعله ما يعرف يطلب حقه ولصاحب الحق مقال، ولعل هذا موعده أن أيضا تأمرني أن أنجز الحق الذي علي. قال زيد ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يعطيني حقي. قال وأمره أن يزيدني 10 أوسق. مكان هذا الكلام القاسي وهذا الترويع أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوضه. زيد ما سمع ذلك، ذهب مع عمر ليعطيه حقه، أعطاه 80 وزاده 10. قال زيد يا عمر أنا قرضت محمد 80 لعلك ما تدري. قال نعم، ولكن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فعلم زيد أن هذا هو الرسول الحق عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمر أتعرفني من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر يسمع به وما كانوا عرفوه،
قال الحبر: قال نعم. قال: ما الذي دفع أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال: والله يا عمر، يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن مالي وإني لمن أغناها مالا أغنى أهل المدينة صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو على بعضهم، فإنهم لا يسعهم مالك، فإنهم أكثر من مالك. فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بذله لهذا الدين في جانب المال. أما بذله صلوات الله وسلامه لوقته فهذا الأمر الأعجب من المال، فكان صلى الله عليه وسلم يبذل كل وقته لأمر دعوته. يا إخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة زواجه يستحي أن يخرج الناس من بيته ويبقون عنده استئناسا وتعلما، والله عز وجل يعتذر لرسوله ويخبر الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأدب وهو لا يقول ذلك لأصحابه. وأما بذل أعظم من هذا البذل، بذل القلب والعاطفة، الحب والحرص على صلاح الناس، حتى أن الله جل جلاله في القرآن يحذره: أنك ستموت وأنك ستهلك بما تجد في نفسك من هذا الهم والحرص على إصلاح الناس والقلق على ذلك، حتى أن نفسك تكاد تخرج. فقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ولذلك هذه الأرض وهذا المسجد وهذا صحن المطاف يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه في جوف الليل، يخرج من بيته ويأتي عند بيت ربه كل ليلة، كل ليلة يصلي وفي سجوده يلجأ لربه وهو يبكي: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هل الذين يطعموه؟ هل الذين يحترموه؟ هل الذين يخدموه؟ هل الذين يرفعون من قدره؟ الذين يقولون أنه ساحر ومجنون، والذين يضعون فرث الناقة وسلاها على ظهره، والذين يضعون الشوك في طريقه، والذين يضربوه حتى يسيل الدم من وجهه، والذين يضعون العذر في طعامه من جيرانه فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ كل هؤلاء الذين يفعلون به ذلك كله هو في جوف الليل بينه وبين ربه في تلك المناجاة: اللهم اهد قومي، ينسبهم إلى نفسه وما تبرأ منه، ويعتذر لهم في كل تلك الأفعال: فإنهم لا يعلمون. من يحمل هذا القلب ألا يستحق أن يكون هو من قال الله عز وجل عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ فذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عطائه ومن أخلاقه ومن بذله لنصرة هذا الدين وحرصه على صلاح الناس. ولذلك كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم ليس فقط لنفسه ولا لأولاده، بل عندما الله أعطاه 3 دعوات مستجابة لا ترد، ما جعل شيئا لنفسه ولا لخاصة أهله، كلها جعلها لأمته، 2 في الدنيا وأخر 3 أيضا لهم في الآخرة. فإذا هذا هو صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يشعر الإنسان له بهذا الحب الصادق، ولا يشعر له صلوات ربي وسلامه عليه
بالصدق في قضية التأسي به والاقتداء به والافتخار بأنك تكون على طريقته، وأنك تتأسى بأفعاله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وهل يظن الإنسان العاقل أنه سيجد قدوة أرقى وأعلى وأحسن خلقاً وعملاً ونفساً وأطيب نفس وأزكى نفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يتأسى بغيره؟ ولذلك إذا صار الإنسان جاهلاً بهذا النبي الكريم حقيقة إنسان يدري، يعني يقف، يحتاج أن يقف ليسأل نفسه: هل أنت عرفت هذا الإنسان؟ وهل أنت صادق في الإيمان به؟ وهل أنت صادق في أنك تريد التأسي به صلوات الله وسلامه عليه؟ من كان جاهلاً به يتأسى بمن يجهل من خبره وحاله، كيف ستتأسى بإنسان وأنت ما عرفت أعماله وأوصافه وأخلاقه ومكانته؟ عرفت؟ ليست القضية مجرد كلمة. لذلك ابن عمر عندما جاءه ابنه بلال وقال له ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء أن يصلين في المساجد، قال ابن عمر غيرة وهو شاب: والله لنمنعهن، لا يتخذن المساجد دغلا أو دخلا. ابن عمر عندما سمع هذه الكلمة تنمر وظهر الغضب على وجهه وجلس على ركبتيه، قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترض؟ والله لا يجمعني بك سقف واحد. غضبة. فإذا هذا الهدي وهذا المكان التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان المؤمن المسلم لا بد أن يكون هذا حاله مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول زين العابدين علي بن الحسين، يقول: كانوا وكنا نعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. والمنهج في القرآن 5 آيات، يتعلموا ما فيها من العلم ويعملوا به ثم ينتقلون إلى غيرها، نفس المنهج يقول في السيرة، يقول: كنا نعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ذلك أينما كانت السيرة في بيوتنا مع أولادنا مع أهلنا، هل نعلمهم ونتأسى كما كان الصحابة يفعلون مع أولادهم وأهليهم؟ هل يخرج الأبناء من بيوتنا والقدوة والأسوة والإنسان الذي له الصورة الجلية الواضحة، مكانة الاحترام والتقدير، إدراك مكانة النبوة والشرف والمنزلة عند الله ووجوب الاتباع، هل نحن نربي في بيوتنا على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة؟ لذلك لابد أن يقف الإنسان ويسأل نفسه. ذلك ليست هي الحب للنبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد يعني احتفال في وقت معين أو كلمات عابرة يقولها الإنسان أو دمعة عابرة يعني يسكبها الإنسان ويظن أن الأمر انتهى. لا، فالأمر أعظم من ذلك. لذلك هذه الأحاديث التي وقفنا معها رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وبين ونصح أمته وعلم، وكيف فعل أمام الناس لكي ينظر إليه الناس وينقلون عنه. وها نحن نجد أن الصحابة تعلموا منه هذا الأمر وحملوا هذا الأمر وبلغوه لمن بعدهم، وهكذا في كل مرحلة. فكانت هذه الأمة وفية لميراث نبيها، ثم وضعت هذه الأمة علماؤها أعظم علم في تاريخ الأمم، وهو علم المصطلح
لا يوجد في أي أمة مثل هذا العلم، ليس في أي أمة علم كيف تحفظ كلام رسولها، ليس في أي أمة بعث نبي مثل العلم الذي أنجزه علماء الإسلام صيانة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة عجيبة. والله لا تتخيل أي صورة يمكن لإنسان يريد أن يكذب بأي طريقة يحتال، إلا لو رجعت إلى علم المصطلح لوجدت قواعد تضبط تلك الطريقة على شيء عجيب في هذا الباب. لما نحن لم ندرك قيمة هذا العلم وماذا بنى سلفنا الصالح حفظاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلع على بعضنا تلك الشبه، ويأتي من يطعن في أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري أو غيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف الإنسان لا يحسن الرد، لأننا لم نتربى ولم نعرف كيف صانت هذه الأمة علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بذلوا؟ ماذا قدموا؟ أي جهد؟ والله شيء فوق الخيال، فوق الخيال. سل لا يتخيل الجهد الذي بذلته هذه الأمة لكي تضمن صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلوا من المال. إذا كان أبو زرعة يقول، وبعض المحدثين يقول، اضطررت أن أشرب البول أكرمك الله 3 مرات في حياتي لأجل طلب الحديث، ينقطع به الطريق ويكاد يموت ولا يجد إلا أن يشرب من بول حتى يعيش. وابن معين يقول ترك مات أبي وترك لي 1000 درهم، يعتبر غني في زمني، قال فأنفقتها في طلب الحديث حتى لم يبقى عندي درهما واحدا أشتري به حذاء ألبسه. وتحملوا في هذا الأمر من السفر والدراسة والتتبع الشيء العجيب. فلا يخطر، قلت، في بالك أي صورة يمكن لمفتري يريد أن يفتري، والله إلا ستجد في قواعد المصطلح ما سيكتشف ذلك الأمر ويفضحه ويهتك ستر صاحبه. لذلك أمر عجيب العلم بالرجال، الراوي يعرف، يعني سبحان الله، الراوي أين ولادته، رحلاته، في كل مجلس، هل نعلم في كل مجلس مثل هذا المجلس شيء يسمى الثبت؟ من الذي حضر؟ يكتب اسمه. وهناك من يرقب الحاضرين، فلان كان موجود لكنه نعس ونام، فيكتب ذلك عنه فلا تقبل روايته، وغير ذلك من الأشياء التي لا نتخيلها. لكن كما قلت، لأن هذا الأمر يخفى على الكثير، لذلك عندما يأتي من يأتي ويطرح شبهة، لما يكون الإنسان ومعذرة جاهل ولا يدرك تلك الأشياء كلها، لذلك هو تؤثر فيه مثل تلك الشبهات. لكن من وقف ورأى جهد أهل العلم في هذا الباب، فإنك تتعجب كيف وضعوا تلك القواعد، وكيف لذلك تلك القواعد كانت تتنامى. لماذا تتنامى؟ لأنه كلما اخترع أهل الباطل شيء، وأيضا كلما طرى على الإنسان بموجب طبعه شيء يؤثر في هذه الصيانة، إذن كيف يضبط ذلك؟ الإنسان عندما يكبر سنه يضعف حفظه، وقد يصل إلى درجة الخرف أو ما يسمى الآن بالزهايمر، فإنه يختلط عليه الأمر. هل نعلم أن العلماء يتابعون المحدثين في هذا الباب ويعيدون الاختبارات لهم، وأنه متى ما بدأ يحدث عند الإنسان خلل في ذلك مباشرة يدون؟ بل ليس هو، بل يعرف من الذي سمع منه قبل حدوث هذا الأمر، ومن الذي سمع منه قبل حدوث هذا الأمر، ومن الذي سمع منه في المرحلتين، ومن سمع في المرحلتين. هل عندما يحدث يبين أن هذا سمعته بعد دخوله في الخرف وهذا سمعته من قبل؟ وكل ذلك سيؤثر. قواعد لا نتخيلها، أمامنا آلاف من الكتب
التي تبين هذا العلم الفريد الذي هو مفخرة هذه الأمة. فبدلاً من أننا من يأتي بالشبهة نقول له إنما جئت بها من جهة هي لا تعرف هذا العلم وليس عندها هذا الشرف وتريد أن تنتقدنا في شيء هو الأمر الذي نشرف به على سائر الأمم وعلم ليس موجود إلا في هذه الأمة يدل على صيانة هذه الأمة ووفائها بحق رسولها صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا أمر حقيقة، لأن هناك مر علينا بعض الأسئلة، يسأل بعض الإخوة يعني من يطعن في صحيح البخاري وغير ذلك، فأقول هل الأمة سبحان الله هي على وعي وهي فعلا أدركت أن هذه السنة كيف حفظت، كيف وصلت إلينا، كيف وصل إلينا هذا العلم العظيم، وماذا بذل العلماء وكيف ضحوا وكيف بذلوا من أوقاتهم ومن أموالهم ومن كل ما يملكون. فإذا هذا أمر أيضا الوقوف معه حقيقة أحسب أنه والله مما يملأ قلب الإنسان ثقة بهذا الدين ويملأه فرحا بأن الله هداه لهذا الدين وأن ينتمي لأمة وفية لدينها بهذه الطريقة على صورة ليست معروفة كما قلت في سائر الأمم. فإذا هذا أمر حاجتنا إلى أن نسمع وأن نتعلم وأن نقرأ وأن نطلع، وأن لا يبقى الإنسان فقط يعني لا يعرف من الأشياء إلا يعني أطرافها، ولا يكون عنده ما يقوي إيمانه، وكل شبهة تجد لها مقرا في نفسه وتؤثر في ثباته وقوة صدقه. لا ينبغي للمسلم أن يكون بهذه الكيفية، لا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صاحب علم. وأول ما أنزل الله على هذه الأمة أن تقرأ، ولذلك الميزة بين الإنسان وغيره من العجماوات أنه يقرأ. فالمسلم الذي لا يقرأ مشكلة. وكيف تقرأ؟ تقرأ كما قال الله بسم الله، أي أول شيء الإذن، تقرأ ما يأذن الله لك به أن تقرأ، اقرأ باسم ربك، هذه البداية، هذا هو مفتاح الإذن لما تقرأ وتضعه بين يديك وتنظر إليه عينيك وينطق به لسانك، أن تعلم أنه بسم الله، هذا هو جواز المرور لما تقرأ وتضع بين يديك. أما أن الإنسان يظن أن من حقه أن يقرأ ما هب ودب ولو شوش على أفكاره وعلى عقيدته وعلى فكره وعلى إيمانه وعلى طاعته لربه، فليس هذا بمنهج وليس هذا شأن أهل الإسلام. ذلك المنهج واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر وعندما جاء بين يديه ببعض أوراق من كتب أهل الكتاب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم، أكتاب مع كتاب الله؟ ذلك هذا هو الطريق، أن الإنسان يجد هذا الكتاب نصيبه من تدبرا وقراءة وفهما. وهذا ما قلنا في درس التعامل مع القرآن والعلاقة مع القرآن، لا بد أن تقرأ، لا بد أن تبذل الجهد في الفهم، لا بد أن تؤسس اليقين والإيمان في قلبك، لا بد أن يظهر الإنقياد بالعمل وفق ما في الكتاب. كذلك مع السنة، تقرأ وتسمع وتتدبر وتفهم وتبلغ. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى لها من سامع. نظر الله امرأ، نظارة الوجه لك يوم القيامة أن تقرأ وتسمع، تعلم أولادك، تربيهم، تحفظهم، تسمعهم، يعني تسمع منهم وتسمعهم القرآن، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي سيجعلك في تلك المكانة العلية. نكمل ما تبقى من النصوص، تفضل. الحديث 37. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه بشارة
لكم أيها الحجاج، ولكن دون هذه البشارة هذا الوفاء وهذا الالتزام بأنكم في بلدي الطهر وفي بلدي الأمن وفي بلدي الغنم العظيم، وجئتم وقطعتم تلك المسافات وجدتم بطيب نفس بتلك الأموال التي جمعتموها بكد البدن وعرق الجبين، وجمعتم المال على المال ليكون هذا المجيء إلى بيت الله الحرام، والله جل جلاله شكور. والشكور لا يعطي بمقدار ما قدمت، بل يعطيك أضعاف أضعاف ما قدمت، لأن كان عطاؤه قبل أن تفعل وقبل أن يكون منك عمل، عطاؤه لك وأنت طفل رضيع حنن عليك والديك، عطاؤه لك أن أوجدك وأنت لست مريدا للوجود، عطاؤه سبحانه وتعالى للإنسان عظيم قبل أن يكون من الإنسان أي عمل. أما أن تعمل وأن تظهر الطاعة له، فالله جل جلاله عطاؤه لمن وفى معه والله عطاء عظيم. والكريم إذا أعطى أدهش، الكريم إذا أعطى أدهش، والله هو الكريم جل جلاله، وعطاؤه يدهش لهذا الإنسان. ولذلك المسلم اقتنع، اقتنع ورضي وطابت نفسه أن التجارة الرابحة هي مع الله، طابت نفسه وانتهى الأمر أن السوق الذي سيدخله هو المتاجرة مع الكريم جل جلاله. أقل شيء في العطاء أن تعطى على الشيء عشر مقداره 10 مرات، هذا أقل شيء. وأما المضاعفة فإلى درج إلى مراتب وأعداد لا يحصيها إلا الله جل جلاله. هذا هو عطاء الله على أقل تقدير وأول بدهية يدركها الإنسان المسلم. يعني أنا أقول والله دائما سبحان الله محل التفكر إنسان يتأمل، كلما إنسان يسمع الأذان الآن على ظهر الأرض كم إنسان يؤذن في هذه في على مقدار الصلوات الخمس؟ هل هناك أذان دون أن يقول فيه المؤذن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب كم سنة وهذا الاسم يتردد؟ هذا من شكر الله لهذا النبي الذي صدق معه مع ربه 23 سنة فقط، وهو يذكر على المنابر ويذكر اسمه، ومن الذي لا يعرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي كل صلاة والإنسان قبل أن يسلم يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من شكر الله. هاجر كما قلنا آلاف السنين، امرأة وأما تصدق مع ربها، تصدق مع ربها وتنجز هذا الأمر، فيشكر الله صنيعها. وإذا بالشكور يعبد الرجال والنساء آلاف السنين على أثرها. لذلك الكريم إذا أعطى أدهش، وأما ما عنده في الآخرة وما أعد في الجنة فكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمن كل هذا؟ لإنسان عمل في زمن محدود وأنجز عملا في فترة وجيزة. ثم ذاك العطاء هل هو لوقت مثل الوقت الذي عملت فيه؟ لو كان ذلك كان عدل، لكن الله يعامل العبد بالفضل بعد العدل. فالجنة خلود لا موت، وكل ذلك مكافأة على عمل أنجزته في فترة وجيزة. هل هناك أحد سيعطيك؟ لذلك عثمان رضي الله عنه في عام المجاعة الذي مر
بأهل المدينة، وكان تاجرا. عندما جاءت تجارته وتحمل تلك الأرزاق، جاءه تجار المدينة وقالوا: يا عثمان، نشتري منك ونربحك لكي هم أيضا يربحون، الناس يحتاجون. فقال: كم تدفع؟ فزادوه بنفس الثمن الضعف. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: الضعفين. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: ثلاثة أضعاف. يعني المئة تأخذ ثمنها 400. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: لا نعلم في أحد، لا نعلم في أهل المدينة تجار غيرا، من سيعطيك؟ قال: الله أعطاني على الواحد 10، هل تستطيعون الزيادة؟ ثم تصدق بها. فلذلك هذا الأمر الذي يتربى، لذلك نقول المؤمن عندما تيقن بذلك بناه الإسلام على أن يكون إنسانا أخرويا لا إنسانا دنيوي. ولكن نفهم ما معنى إنسان أخروي لا دنيوي. لا يعني الفهم الخاطئ أن الإنسان لا يعمل في الدنيا ولا يجمع، فإن المال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، وبالمال الصالح الإنسان يتصدق، وبالمال الصالح يفرج المسلم عن كربات إخوانه، وبالمال الصالح الإنسان يوسع على إخوانه وأهل بيته، وبالمال الصالح الإنسان يبلغ دين الله. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، انظروا سلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد العظيم والذي كان مربدا لغلامين من الأنصار أيتام، القيم عليهما عندما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذه الأرض ليبني مسجده، قالوا: يا رسول الله، نهبها لك، ما نريد ثمنا أن يكون مسجدك الأول في المدينة. فأبى وهم أصروا، فلما قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام خاف أنهما ليتيمين، قالوا: يا رسول الله، سندفع لليتيمين قيمة هذه الأرض من أموالنا، يعني لن يهضم. فأبى وما زال يصر عليهم وثامنهم حتى اتفقوا على 10 دنانير. من أين سدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مال أبي بكر، المال الذي اعتبره كماله. فأي فضل للصديق وأي خير للصديق رضي الله عنه. لذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم: كل إنسان أعطانا مالا كافأنا، رددنا له ما أعطانا وزيادة، إلا أبا بكر يكافئه الله. فالقصد أقول هنا، فالله عز وجل يعد هذا الذي جاءه قاصدا بيته، ترك أهله، ترك أعماله، فرغ وقته، اجتهد وجمع المال وأعطاه بطيب نفس، بذله مهما كان، ثم جاء يقصد بيت ربه. فاعلم أن الكريم لا يخيب، فقط كن صادقا، فقط التزم، كن وفيا، أد الشرط، واعلم أن الله أوفى الأوفياء. أوفى الأوفياء، قال الله: ومن أوفى بعهده من الله. والجواب: والله لا أحد، لا أحد. فالله جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعد هؤلاء الحجاج بهذا الوعد العظيم. ولذلك سبحان الله، هي مراتب ومنازل وعطايا. وبإذن الله جل جلاله سنقف على شيء من تلك الخطبة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب بها الحجاج من أصحابه، وهي بلاغ للحجاج إلى يوم القيامة. ماذا أعطى وماذا أخبر عن العطايا لهذا الحاج في كل عمل، في كل شيء، في كل حركة تتحرك بها عطايا الكريم تصاحبك، لا في أكلك، لا في شربك، لا في ذبحك، لا في طوافك،
لا في حركتك، لا في لبسك للإحرام، لا في اغتسالك، لا في حلقك لرأسك، كل شيء وأنت تؤديه اعلم أن الكريم معك وعطاؤه معك. فلذلك هنا يخبر عن شيء من تلك العطايا. جاء الإنسان كم حمل من الذنوب، كم أساء، كم أخطأ، كم تلفظ، العين كم نظرت إلى ما حرم الله، الأذن كم سمعت ما حرم الله، القدم كم مشت إلى ما يغضب الله، اللسان كم نطق بما لا يرضي الله، كم سب، كم شتم، كم قال، كم اغتاب، كم كم. من يحصي ذلك كله إلا الله؟ فالإنسان إذا تفكر وقصد هذا البيت ثم يسمع مثل هذا الإخبار، رجع رجع كيوم ولدته أمه، كالحالة التي خرجت بها من بطن أمك لم تعمل شيئا، الصحيفة بيضاء نقية، كذلك سيكون الثمن إن صدقت ووفيت وأديت النسك على الهدي الصحيح، فأنت موعود أن ترجع بهذه الصحيفة بيضاء نقية من الذنوب والخطايا. أما الخيرات فستعود محملا بخير والله لا يفوق ما فكرت فيه. فعلى قدر ما تصدق مع الله جل جلاله سيعطيه. وأول شيء ذلك سبحان الله، يعني الإنسان التطهير، التخلية قبل التحلية. فالتخلية أن تلك الأحمال ستعود من البلد الحرام خفيفا كالطير، يطير إلى وكره، إلى مكانه وإلى أهله، خفيفا من تلك الأحمال التي أرهقت والتي أقلقت والتي سبحان الله تؤلم. فإذا جئت وقصدت بيت الله فاصدق وتحرى في كل شيء، في كل شيء، هي أيام معدودة، أصدق فيها لتفوز بذاك العطاء العظيم المدهش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت، جاء وقصد هذا البيت، فلم يرفث. الرفث لأن هذا الإنسان قصد بيت ربه وأراد في هذه الأيام أن يكون فعلا مقبلا على طاعة ربه. فكلما كان لباس الإحرام على عاتقك، كلما كنت محرما فلم يرفث، فإذا هنا كل ما بينك، ما بين الرجل وزوجه في هذا الأمر، فما دام الإحرام على ظاهره على عاتقه فإذا لا يكون شيئا منه نحو أهله، واضح؟ فلا يحل له لا القبلة ولا الجماع ولا المباشرة، فإذا هذا المقصود بالرفث، فيكون مقبلا أي بعيدا عن ذلك الأمر الذي يعني هو إشباع للذته، لتكون لذته الرئيسة في ذلك الوقت هو المناجاة مع ربه سبحانه وتعالى. قال: فلم يرفث ولم يفسق. وابتدأ لك بالأمر الحلال تمتنع عنه لكي تنشغل بالأمر العظيم في تلك الأيام والأوقات المحدودة حال لبسك للإحرام متلبسا بالإحرام، فتكف عن ذاك الأمر الحلال، ثم ثنى بالأمر الحرام ليكون الأول زادا لك للثاني، ولم يفسق، فتترك كل شيء يغضب الله ويسخط الله، تبتعد عنه ابتعاد المشرق من المغرب وابتعاد الشمس من اللمس، تجتهد أن تفارق ذلك كله وتصدق مع ربك جل جلاله. فقوله لم يفسق، كل معصية الله لا يرضاها ونهاك عنها فتكون بعيدا عنها. فإن التزمت بهذين الأمرين الثمن رجعت كيوم ولدتك أمك، الصفحة بيضاء، تستقبل حياتك وكأنك ولدت في تلك
اللحظة وقد محي وقد عفى الله عما كان منك من تلك الخطايا. طبعا إلا ما كان حق العباد فإنه لا بد من إرجاعه إليهم كديون أو مال أو غير ذلك. فإذا هذا الإخبار في هذا الحديث، وهذا يعطينا أيضا فضل هذا العمل الذي هو الحج، وأيضا يعطينا قضية الترهيب من المعاصي في كل مكان، وخصوصا في البلد الحرام، وخصوصا في البلد الحرام وأيام الحج يكون هنا الحذر أشد ما يكون وأعلى ما يكون. ذلك فعلا تعجب من إنسان جاء للحج ثم يرتكب المعصية وهو محرم. ذلك يعني قف مع هذا، قل يعني هل أنت واعي؟ فلذلك الإنسان يعني دل على أن المعصية وكيف تؤثر في قبول الأعمال، وكيف تؤثر في كمال الأعمال، وكيف تؤثر في المجازاة والحسنات على الأعمال. أيضا يعطينا فضل هذا البلد حيث جعله الله ميدان لهذا الغنم، فيأتي الناس لينالون هذا الغنم هنا عند بيت الله على هذه المشاعر المقدسة وهذا المسجد الحرام. أيضا أن نفهم أن البر في الحج إنما يكون بخلوه من الفسوق ومن الرفث والعصيان، هذا هو بر الحج، أن يبتعد الإنسان عن ذلك. وأيضا أن فضل الحج المبرور أن يعود الحاج كما ولدته أمه مغفورا له، كأنه لم يذنب قط، كأنه لم يذنب قط. ذلك من اللطائف التي تذكر. انظر في زهد العلماء، الإمام أحمد رحمة الله عليه جاء للحج ورهن يعني كان معه سطل الذي يحمله الإنسان ليضع فيه الطعام، احتاج إلى أن يشتري من بقال ما عنده شيء وهو إمام أهل السنة، فرهن سطله وأخذ شيئا ليصعد به إلى عرفات. فعندما رجع إلى البقال ليعطيه الثمن على ما أخذ واشترى وأن يعطيه سطله، فدفع له الثمن، قال أعطني سطلي، فأخرج البقال له سطلين وأراد أن يرى يختبر زهد هذا الإنسان، وما عرف أنه الإمام أحمد، فأخرج له سطلين، فالتبس على الإمام أحمد أيهما سطله، فقال والله ما أعرف، قال خذ طيب أي واحد، قال كيف أخذ ليس شيئا ليس لي، طيب ماذا يفعل؟ فقال الإمام أحمد، فقال الرجل ترى أنا أردت اختبارك وهذا سطلك وليس الثاني. الإمام أحمد مع ذلك تورعا ظن أنه ربما أراد أن يعني يعطيه أي سطل، فأبى أن يأخذ سطله وأيضا المال أعطاه ومشى، والرجل يتبعه ورفض أن يأخذه خشية من أن يكون يأخذ شيئا ليس له. هذا التحري الذي ينبغي أن يكون دائما عليه المسلم، ألا يدخل عليه إلا الحلال وبيقين. والحاج أولى من يكون يتصف بهذه الصفة ويتورع، وأنه فعلا ينجز حجه على أكمل ما يكون، على أكمل ما يكون. نعم. الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. نعم. هذا حديث عبد الله بن مسعود الهذلي، فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب السواك، وأول من جهر بالقرآن بمكة من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من جهر به عند البيت وضرب على ذلك رضي الله عنه،
وهو فقيه، فقيه هذه الأمة. يروي لنا هذا الحديث، أولا ترتيب هذا الحديث بالنسبة لما قبله، لأن الأول كان الحديث فيه عن أثر الحج وتطهيره للذنوب، والمعلوم أن الطهارة تقدم على التحلية، لذلك يقول العلماء التخلية قبل التحلية. فإذا كان الإنسان محملا بالذنوب فإن وأريد أن يكرم فيكون أولا بأن تزال عنه تلك الذنوب حتى يحلى بعد ذلك. والإنسان إذا كان عليه شيء من الأوساخ وأراد أن يلبس ثوبا جديدا، فهل يلبس الثوب ثم يتنظف أو يتنظف ثم يلبس الثوب؟ فيكون طهارته ونظافته ثم التحلي بالثوب النظيف. فلذلك كان ذكر هذا الحديث بعد الأول، فالأول فيه تطهير من الذنوب، والثاني فيه التحلية والغنيمة العظيمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فعرفنا كيف يكون بر الحج بترك الفسق وبترك الذنوب والمعاصي. فإذا ترك الرفث والفسوق وأنجز الحج على الطريقة الصحيحة، إذن نقي من كل إثم قد حمله قبل ذلك، ثم بعد ذلك حلي بتلك البشارة العظيمة التي هي الجنة، أنه يبشر بالجنة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، إلا الجنة. والجنة ثمن غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج يبشر بالسلعة الغالية الجنة، يعود بهذا الثمن خفيفا من أوزاره، مبشر بهذا الغن، ثم العطايا الأخرى مع هذه البشارة التي بها سيكون الارتقاء في درجات الجنان، لأن الإنسان على قدر حسناته يترقى في منازل الجنان، فيكون ما ينزل درجته إلى النار عفي عنه، ثم يبشر بالجنة، ثم العطايا والأجور المضاعفة التي ترتقي به في درجاتها. فقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا، بمعنى أن الإنسان ما تيسر له ذلك أن يفعل ويكرر بقدر استطاعته وما تيسر له ذلك. وقد كان السلف يفعلون ذلك، فهذا عالم مكة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، في آخر سنة من حجاته كان على صعيد عرفة ويقول: وافيت بهذا الموضع 70 مرة. قال: وفي كل مرة أسأل ربي: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. قال: فيستجيب لي. قال: وقد استحييت من ربي. 70 مرة أسأله وهو لا يرد دعائي. قال: استحييت من ربي. فرجع في ذلك العام ومات رحمة الله عليه. فهذا سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، وغيره يعني كثير في هذا الباب. الحسن ابن علي رضي الله عنه حج 20 حجة، كان يمشي من المدينة إلى مكة على أقدامه، والنجائب تقاد بين يديه، لأن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ ذكور؟ لا، على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني مشاة وركبانا. فكان الحسن البصري، الحسن بن علي رضي الله عنه، يمشي من المدينة إلى مكة والنجائب بين يديه رحمة الله عليه ورضي عنه. فإذا قال مسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي عاقب بين الحج والعمرة. فإنهما، أي الحج والعمرة، ينفيان الفقر،
والذنوب ينفيان عن الإنسان الفقر والذنوب، فالإنسان إذا حج أو اعتمر موعود بهذين الأمرين كما تبين لنا، ذنوبه سيغفرها الله إلا إذا استجد بذنوب أخرى فيحتاج إلى عودة أخرى، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والفقر كما أيضا الحديث حديث جابر قال سلم ما أمعر حاج قط أي ما افتقر بعد حجه، فبعد حجه ما دام الإنسان باقيا على الحال والصدق الذي كان عليه في حجه فلن يصيبه فقر بعد حجه حتى يفعل ما ينقض عليه ذاك العطاء الرباني بالذنوب والمعاصي. ما أمعر حاج قط، وهنا قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد النار، فإن الحداد يضع الحديد في النار ليخرج الصدأ الذي عليه وينقى معدن الحديد، فكذلك دور الحج والعمرة مع الذنوب والفقر. لذلك هذا باب لمعالجة الفقر، أن الإنسان يقصد بيت ربه حاجا أو معتمرا. ثم قال وليس للحجة المبرورة، وعرفنا ما بر الحج، ثواب أي عند الله إلا الجنة. الله ما يرضى للحاج أن يكون له ثواب مجرد يعني عطايا دنيوية، ما يرضى له إلا أن تكون مكافأة له أن يسكنه الجنة، فأي بشارة للحاج. والله وأي عطية عظيمة أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان الذي قصد بيت ربه، فهنيئا لكل من أكرمه الله بالحج، وعليه أن يحرص ليعود بهذه المغانم العظيمة. فالله ما يرضى لك ما دمت قصدت بيته حاجا أن يكافئك إلا بأن يسكنك جنته، فكن الأهل لذلك، والأهلية أن يكون حجك مبرورا، أن يكون حجك مبرورا. ونسأل الله أن يعين الجميع على ذلك. فإذا فضل المتابعة بين الحج والعمرة بقدر ما يتيسر للإنسان، إن لم يتيسر له الحج فيتيسر له تكرار الاعتمار، تكرار الاعتمار فإن يتيسر له ذلك حتى يعني يدخل في هذا هذه البشارة، أن المتابعة بين الحج والعمرة سبب لإزالة الفقر الظاهر والباطن، وهذا معنى لطيف أشار له بعض العلماء. ليس الفقر فقط فقر المال، لأن النص أيضا بالعموم، والفقر الأكبر من فقر المال فقر النفس. الإنسان إذا وجد قسوة في قلبه، إذا وجد أن الرحمة قلت في نفسه، إذا وجد الخشية ضعفت، إذا وجد أمر الكرم ضعف، إذا وجد في نفسه حب الدنيا والتقتير، هذا فقر ويحتاج إلى معالجة. فالقدوم إلى بيت الله علاج لهذا الفقر. فإذا هذا فقر الباطن، هذا فقر الباطن. فلذلك الإنسان يأتي ليحقق الغنم لنفسه ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. بل الإنسان المسلم حرصه على إزالة فقر الباطن أولى من الظاهر، لأن فقر الظاهر نتيجة الإنسان يعني يضعف مثلا في التنعم والترفه، لكن إن فاته فقر الباطن ما هو الشيء الذي سيفقده؟ سيفقد من الدرجات العلى، ويفقد من الكرامة والقرب من الله جل جلاله على قدر فقره الباطني، فقر باطني. لذلك البيت محل، ولكن هذا كله لمن ينتفع فعلا بهذه الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في بيته. ثم فضل الحج المبرور وهو دخول الجنة، وكرم الله سبحانه وتعالى وعطاؤه، حتى العبارة حقيقة يعني كم فيها والله يعني، وكأن الله جل جلاله بكماله وجلاله وعطائه، والله كل هذا العمل نحن لا نكافئ
لا نكافئ ولا نعمة من نعم الله، لكن انظر إلى أسلوب الخطاب وكأنها مثامنة، وهذا من كرم الله جل جلاله. فيقول لهذا الحاج ليس، فيقول سلم ليس للحجة المبرورة ثواب عند الله إلا الجنة، إلا الجنة. وهذا الشيء الذي الله عرضه على عباده، والصحابة عندما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا لنا إذا قمنا بكل المطلوب، إيش الثمن؟ ليس إلا شيء واحد، ما هو؟ الجنة. فالله يقول فالرسلم يقول للحاج هذا هو الثمن لحجتك. فإذا هذه العبادة فيها خير الدنيا والآخرة، فقر الدنيا سيتحول إلى غنى، وكذلك الآخرة الخوف منها سيكون فوز وسعادة. ففي الحج سيجتمع للإنسان هذه العبادة تحقق لك خير الدنيا والآخرة، فتكون في الدنيا سعيدة وتكون في الآخرة فائزا سعيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين، ونسأله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب أن يصلح لنا نفوسنا وأن يزودنا بالتقوى، ونسأله جل جلاله أن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ، ونسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم أحب على قلوبنا من حب الماء البارد على شدة الظمأ. نسأله جل جلاله أن يرزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا، ونسأله جل جلاله أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فيهم ولا منهم شقيا ولا محروما. نسأل الله جل جلاله الحيي الستير أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورا، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنات، وأن يحشرنا في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بنظرة إلى وجهه الكريم، إنه سميع مجيب جواد كريم جل جلاله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.